أظهر مقطع مصور نشرته مؤسسة حقوقية اعتقال قوات الاحتلال 5 أطفال فلسطينيين بطريقة وحشية. المقطع أظهر كيفية تنكيل الاحتلال بالأطفال عند اعتقالهم وهم من تجمع بدوي ركيز في مدينة يطاب الخليل جنوب الضفة الغربية. وزعم الاحتلال أن الأطفال دخلوا إلى مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين. يا اخي يا اخي يا اخي عطشانين يا ولدي